خلينا نروح دلوقتي لاخبارنا الرياضيه. والنهارده نجم مصر العالمي محمد صلاح هيقود فريقه ليفربول في مواجهه مانشستر سيتي الساعه 9 الا ربع مساء، طبعا بتوقيتنا هنا يا جماعه. ده في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، مباراه مهمه جدا لنجمنا المصري طبعا ولفريقه. دعواتنا ليه بكل التوفيق. يمكن صلاح بيواصل حالة التألق ومازال متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والجماهير هناك حاطة عليه أمال كبيرة جدا في قيادة الفريق لأبعد نقطة في دوري الأبطال. ربنا إن شاء الله يوفقه ويكرمه. وفي نفس التوقيت هتكون في مباراة تانية هتجمع بين برشلونة الإسباني وروما الإيطالي، برضو بالتوفيق للأقدر إن شاء الله. بس دايما دعانا من قلبنا بيكون لنجمنا محمد صلاح وكل ولادنا المصريين اللي بيمثلونا بره مصر طبعا. إن شاء الله بالتوفيق السعيدة. خلينا